السلام عليكم ورحمة الله. حنكمل وياكم مادة الأحياء للصف الرابع العلمي. وصلنا الاحتباس الحراري صفحة 179. تعريف الاحتباس الحراري: إن مفهوم الاحتباس الحراري متعلق بزيادة تركيز غاز ثنائي أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وإن الزيادة في تركيز هذا الغاز يؤدي إلى الإقلال من انتشار الحرارة من جو الكرة الأرضية إلى الفضاء الخارجي بفعل تأثيره ما يعرف بالبيت الزجاجي، وهذا يسبب ارتفاع معدلات درجات الحرارة على سطح المعمور. خاف يقول لك شنو مفهوم الاحتباس الحراري؟ ذني ثلاث نقاط. كيف يحدث الاحتباس الحراري؟ سؤال أقول: ناتج من اصطدام موجات الأشعة المرئية أحد الأطوال الموجية لأشعة الشمس بأي حاجز مؤديا إلى تحولها إلى حرارة، فعند وصولها إلى الكرة الأرضية سوف تتحول إلى حرارة بعد اصطدامها بالموجات وتبقى حبيسة في جو الأرض، وكلما ازدادت تراكيز غاز ثنائي أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ازدادت كمية الحرارة المحتبسة في جو الأرض، علما أن هناك غازات أخرى في الغلاف الجوي لها مثل هذه القابلية، ومنها بخار الماء وغازات الميثان وأكسيد النيتروز ومركبات الكلور والفلوريكربونات وغيرها. أكاسيد النيتروجين والكبريت: من أهم الغازات النيتروجين الملوثة للهواء هو غاز أكسيد النتريك كحادي أكسيد النيتروجين NO وغاز ثنائي أكسيد النيتروجين NO2، الذين يتم انبعاثهما في ظروف درجات الحرارة العالية وفي عملية الاحتراق واتحاد غازين الأكسجين والنيتروجين. كما توجد مصادر أخرى لانبعاث أكاسيد النيتروجين ومنها مخرجات معامل الأسمدة النيتروجينية. ومن أهم معامل بلونه المميز البرتقالي المائل إلى الحمرة ينبعث من الحقول الزراعية بعد عمليات التسميد الكيميائي والحيواني. أما أكاسيد الكربون فتعد من أكثر مشاكل تلوث الهواء خطورة على البيئة وبشكل خاصة صحة الإنسان، وتضم هذه الأكاسيد كلا من غاز ثنائي أكسيد الكربون SO2 سالب وثلاثي أكسيد الكبريت SO3 سالب. نجي على الصفحة 180، يقول لك شنو السبب يسبب غاز ثنائي أكسيد الكبريت أضرارا بالغة للصحة؟ مثل إيش؟ هنا سؤال: مثل إيش أسباب ثنائي أكسيد الكربون أضرارا؟ التهاب الجهاز التنفس الخطيرة. شلون يدخل غاز ثنائي أكسيد الكبريت في تكوين الضباب الدخاني، وهو الملوث الرئيسي المسؤول عن وفيات حوالي 4000 شخص في كارثة وقعت في لندن 1952، ولهذه الأكاسيد تأثيرات على المكونات المادية الغير الحية في البيئة وعلى النباتات والحيوانات. نجي على غاز كبريتيت الهيدروجين H2S، ينبعث غاز كبريتيت الهيدروجين من مصادر طبيعية مختلفة مثل تورات البراكين تنطلق فيها كميات لا بأس بها من الغاز، كما تنبعث كميات أخرى أكبر من تحلل المواد العضوية ذات الأصل النباتي والحيواني، بشكل خاص في البيئة الرطبة والمائية تحت تأثير البكتيريا اللاهوائية. البكتيريا تهاجم الكبريتات وتحول إلى كبريتيت، كما ينتج هذا الغاز خلال الأنشطة الصناعية مثل الدباغة نتيجة استخدام بعض المركبات الكيميائية التي تسبب انبعاثه. وتكمل خطورة هذا الغاز على الإنسان عند التعرض لتراكيز واطئة منذ مدة طويلة أو عند التعرض إلى تراكيز عالية منذ مدة قصيرة، ويمكن لهذا الغاز احتراق أغشية الحويصلات الرئوية بسهولة ليصل إلى الدم ومنه إلى أعضاء الجسم مسبب الصداع والغثيان والكسل فضلا عن تأثيرات أخرى. نجي على طبقة الأوزون، يقول لك اشرح لي عن طبقة الأوزون في الغلاف الجوي. غاز الأوزون O3 أحد المكونات الطبيعية للهواء، تعريفه وهو من الغازات النادرة، ورغم تركيز الضئيل فهو يعد ضرورية لحماية الحياة على سطح الأرض، حيث إن له القابلية على امتصاص الأشعة الفوق البنفسجية، وأن تناقص غاز الأوزون سيؤدي إلى زيادة شفافية الغلاف الجوي تجاه الأشعة فوق البنفسجية، وهذا ما يترتب عليه تأثيرات سلبية على الحياة على سطح الأرض. وكلما زاد تواجد الملوثات البيئية وتفاعلت معه تناقص الأوزون، وهذا التناقص تصاحبه زيادة في كمية الأشعة فوق البنفسجية ونفاذها إلى سطح الأرض وزيادة تعرض الإنسان لها. هذا التعرض يؤدي للإصابة بسرطان الجلد والتلف البصري والأمراض المعدية التي تسبب الفيروسات، كما تقلل القدرة الدفاعية للجهاز المناعي في الجسم فضلا عن التأثيرات البيئية الأخرى على الأحياء البرية مثل تساقط الفراء والريش والحراشف في بعض مناطق الجسم.